ما شاء الله تبارك الله، الأمطار مستمرة إلى الآن على أجزاء متفرقة من منطقة جازان. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والله عاصفة لا تزال تشتد أكثر وأكثر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمطار غزيرة مستمرة إلى الآن على منطقة جازان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. منطقة جازان وعلى مدار أسبوعين وأكثر من الأمطار المتواصلة والمتعاقبة ليل نهار. طبعا أواخر يوليو بدايات أغسطس هي من أشهر الخريف وأشهر أيام الخريف المتميزة على مختلف تضاريس منطقة جازان. لكان تتخيل من ساعات العصر إلى الآن والأمطار متواصلة ما بين شدة الغزارة وروعة الهطولات وكذلك جريان السيول الهادرة على أجزاء متفرقة واسعة من منطقة جازان. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها كل البلاد وسائر العباد. لك الحمد والشكر يا الله على ما أعطيتنا من خيرات ورحمات. ما شاء الله تبارك الله، الأمطار تزداد غزارة في هذه الأثناء والأرض وصلت حد الارتواء التام. لك الحمد والشكر يا الله على ما أنعمت به علينا، وجدت وتكرمت وتفضلت به. طولات مطرية غزيرة ما شاء الله تبارك الله، ساعات الصباح، ساعات العصر، ساعات الليل، في كل وقت وزمان ومكان منطقة جازان تعيش موسمها الاستثنائي الذهبي المميز جدا جدا. إنه الخريف يا سادة، هكذا بوادر الخريف وانطلاقة موسم الخريف على منطقة جازان. أواخر يوليو بدايات أغسطس هي أميز أيام الخريف على الإطلاق. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.